الأمر الذي أحب أن أشير إليه أيضا هو ليس الفكر الفلسفي الإسلامي عمل المدرسة الأولى ابن سينا أو ابن رشد فقط، بل التاريخ المعاصر لمحمد عبده فكر فلسفي يجب أن نبرزه للناس وأن نطره على حقيقته. مصطفى عبد الرازق كمفكر معاصر جدير بأن ندرسه وأن نقدم تفكيره. من الخطأ أيضا أن نظن أن الحياة العقلية في الإسلام وقفت عند الفلاسفة وحدهم، بل للمتكلمين وبخاصة للمعتزلة عقلانية وفكر عقلي يجب أن نبرزه إبرازا صحيحا، وهذا مع الأسف الشديد ما لم نحاوله وما لم نقدمه. فيه جهود بذلت، ولكن لا يزال مجال البحث فيه فسيحا وجدير بأن ينشر وأن يحقق وأن يقدم للناس.